بصافية وتبقى كلها هذه العشر دقائق في بها المخالفة الدفع هذه حالة الدفع بالوضع حقا تعدلها يروح يزيد واحد الاضافات انا بالنسبه لي هذا تاسو دي جوز زي ما خبر انا بالنسبه لي ما انتوا على هو تكوين ايضا تقبلناه لانه لمصلحه الجميع راحه المواطن حنا رانا مواطنين قبل ما نكونوا دراجين حنا رانا مواطنين وبالك الانسان كي تدخل في نفسه ما يحبش واحد يضره يعني ان شاء الله ما نكونوش مصدر ازعاج للاخرين واذا كان هذا القرار وهذا القانون ياتي باش ينظم الاشياء وباش خلينا نقولوا يحمي المواطن راحه المواطن خاصه في الاوقات اللي حددها القانون حنا رانا مع هذا القرار. قرار في محله احنا مع الحفاظ على السكينه العامه وراحه المواطن وان شاء الله ما نذيوش بالضجيج تاعنا على كل حال كما راح نحترموهم ماذا بينا السلطات نبلغوا لها الرساله تاعنا يخصوا لنا اماكن خاصه يعني دي سيركوي مضامير وين نمارسوا الهوايه تاعنا بعيدا عن اذى الناس. وش هي رسالتك لباقي الزملاء يعني؟ رسالتي لباقي الزملاء الحرية تاعنا تنتهي عند حرية الآخرين، احترام الناس والسكينة العامة واجب. يعني تقبلتوا القرار؟ ما تقبلناه بكل صدر رحب. أي حد لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. على بالك علاش وقفناك؟ على بالك. عرفت لي على بالي. سمعت القرار الجديد تاع الوالي. سمعت. تاع ولاية البليدة بخصوص الإزعاج الصوتي بصفة عامة للسيارات والدراجات النارية سواء اللي تكون معدلة ولا اللي تكون هي بطبيعتها فيها صوت العالي تاعها ولا اللي تكون منزوعة كتم الصوت. نعم سمعت به. دوك احنا تطبيق تاع القرار تاعنا مصالح عملية البليدة مع الدرك الوطني. يديروا في هذه العمليه التحسيسيه شنو شرحوا مضمون هذا القرار وعنده قدر حدا وعنده حتى الحمايه حتى ولو تقدرت عليه وتخلف اللي قبله عنده الحمايه راه محمي صح انت دخلت بالشبه تاعك دخل جروند فيتاس سرعه مش عارف انا 60 ولا 70 كيلومتر في الساعه ودخلت لي ما رونتيتش من بعد دخل عملا بالقرار الولائي المتضمن الوضع بالمحشر الدراجات الناريه وكذلك السيارات المحدثه للضجيج داخل الوسط الحضاري والتجمعات السكانيه نظمت وحده المجموعه الاقليميه الدرك الوطني بالتنسيق ومشاركه افراد الامن الولائي بالبليده حمله تحسيسيه وتوعويه لفائده مستعملي الطريق وعلى وجه الخصوص سائقي الدراجات الناريه وكذلك السيارات التي احدثت عليها تعديلات دون ترخيص وهذا في الفتره الليليه من 10 ليلا الى غايه 6 صباحا حيث تم شرح كيفيه تطبيق القرار
الولائي وكذلك المخالفات المترتبة عنه والمتمثلة في الوضع بالمحشر لمدة 8 أيام، وفي حالة التكرار ترفع المدة ل 15 يوم مع تحمل كافة التكاليف. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.